بقى يطلب بالاسم. شهرتي بتخلي الناس تطلبني. لا بس لما اسمك يبقى جنب اسمي الموضوع بيختلف اكيد. وانا اسمي لما اتحط جنب اسم اي حد بيمحي؟ لا ما انت لسه بس دول ملفات الاختين مش محتاجة طبعا افكركم ان اي حد فيكم يكسب يبقى المكتب كسب. ممكن بليز لمرة واحدة في حياتكم تتعاملوا مع بعض على انكم نفس التيم؟ تفتكر انا ما حاولتش احل الموضوع ودي؟ بس هعمل ايه؟ انا عارفة انها بتكرهني وانا مش عايزة غير حاجة واحدة بس، انها ما تاخدش اللي هي عاوزاه. كفاية كل اللي خدته من بابا اصلا ما كانش حقها. انا عارفة هي بتكرهني ليه. مامة مروة هي السبب في حرقة قلب امي بعد ما خطفت بابا منها. من يوم ما دخلت اعلام وانا عارفه ان بابا عامل المجله دي عشاني انا. اهي المجله دي بالذات مش هسيبها تتهنى بيها. عمرك جربت ان حد يكرهك لمجرد بس ان هو غيران منك مش اكتر؟ عمرك جربت تشقى وتتعب ويجي حد تاني غيرك هو اللي ياخد الكريدت كله؟ متقلقيش متقلقيش اللي انت مش هتاخده. عارف لو فضلت واقف عندك هنا 100 سنه برضو مش هسالك عايز ايه. كأني بتكلم مع زين بالظبط. ما شاء الله من عاشر القوم. هو الحين جاي اسال مش هتسال. كاميليا هو انت تعرفي ليه زين مخبي موضوع انه كان بيشتغل وكيل نيابه ده؟ انت عرفت منين الموضوع ده؟ عشان النهارده الصبح قدام الشركه قابلنا رئيس نيابه اسمه هاني رشوان كان زين بيشتغل معاه زمان وهيتعشوا مع بعض كمان. عايز نصيحتي؟ طبعا. هو انا اقدر استغنى عنها؟ اوعى تفتح الموضوع ده مع زين. ليه يعني؟ من غير ليه يا ادم ما تفتحش الموضوع ده مع زين. ايوه هو زين ليه هيخبي حاجه زي كده يعني؟ ما تسمع الكلام يا ادم. في ايه؟ ده كان ادم بيحكي لي عن لا تسالني من انا. صحيح زين هو انت ناوي تعمل ايه مع ادري؟ هفرمه طبعا. طيب ممكن تسيب لي انا بقى الطلعه دي عشان هو عمل معايا واجب وانا بصراحه عايز ارده له. متاكد؟ طبعا. مش يبقى تركز قوي في موضوع المجله دي وخلي بالك اللي زي ادري ده لازم تبقى سابقه بثلاث خطوات لان هو اوريدي سابقه بخطوتين. زين واضح ان القضيه دي هتخليني اشوفك كتير يعني يا ريت تخلص عليه بسرعه. مين اللي خلص عليه؟ انا ده. ما تهرجش بقى. بقول لك ايه انا جت لي فكره تيجي نتراهن. عايز تلعب اللعبه دي معايا انا ادري؟ العبها معاك. الرهان على ايه؟ لو انا كسبت هاخده منك. انت بتفكر يا زين ايه جو سوق العبيد ده يا جماعه؟ ما تخافش انت هتكسبه هتكسبه. هيشتغل معايا لمده شهر. خمس ايام. اسبوعين. 10 ايام. انتوا كمان بتفصلوا؟ طيب ولو انت كسبت هتاخد مني ايه؟ ما عندكش اي حاجه انا عايزها صدقني. ديل.